ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج الحوت، هنتكلم النهارده على توقعات الاسبوع الثالث لشهر ديسمبر لعام 2022. مبدئيا كده برج الحوت احنا عندنا اسبوع مهم جدا، فيهم يومين حلوين قوي 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 بالنسبه لنا. اقدر اقول ان الاسبوع ده بالنسبه لك هيكون فيه كتير من الطاقه، كتير من وصولك لاهدافك، لان اسبوع انت بتفكر في حاجات كتير ليها علاقه بتعديل المستقبل. اي نعم، انت عايز تعدل كتير من بكره، يمكن كمان عندك تحضيرات كتيره لبكره، تحضيرات زواج، تحضيرات انتقال، تحضيرات ليها علاقة باستقرار بمعنى أصح. استقرار من متطلبات داخلية، انت من جواك عايز تعمل كذا وتروح لكذا وتخلص كذا وتنهي مشاكل هنا وتبتدي امور مهنية وتبتدي استقرار ليه علاقة بالامر المهني واستقرار ليه علاقة بالامر المالي واستقرار عاطفي، كل ده موجود جدا بالنسبة لك، وبالفعل انت بتسعى الى الاستقرار المتكامل. طيب خلينا نتكلم على ايه الايام الافضل والايام الغير افضل. تعالوا نبدأ بالايام الافضل بالنسبة لك. الايام الافضل هو يوم 19 ويوم 20، القمر موقعه ببرج العقرب، وده المنزل التاسع بالنسبه لك، منزل حظ، فيكون عندك اليومين دول حظوظ وفيره جدا. هيبقى كمان عندك احساس حلو، طاقه حلوه، كتير حاله انبساط، سعيد كتير باللي حواليك، هيكون عندك سماع لاخبار جيده. الوقت ده بالنسبه لك حلو قوي انك انت تنطلق وتروح وتيجي، وان انت لو عايز يا برج الحوت تقدم على وظيفه، تصلح علاقات، تتخذ قرارات. اليوم حرفيا او اليومين دول حرفيا هيكونوا ايجابيين كتير ليك، خاصة لو انت بتتعامل مع شخص ما، تلاقي الشخص ده يعني بيكون قريب منك، اجواءه بتكون سعيدة ليك، انت بتحس باجواء لطيفة كده. فاذا اليومين دول ما ينفعش ان احنا نضيعهم ابدا، يومين حلوين قويين جدا ليك، وهيكون انت عندك احساس بطاقة واحساس بحب واحساس بجو لذيذ جدا. طب ايه الايام بالنسبة لك اللي هي بقى مش لذيذة ونقلق منها؟ اليومين اللي وراهم على طول، اللي هو القمر موجود ببرج القوس يوم 21 ويوم 22. لازم ناخد بالنا كويس جدا جدا يا برج الحوت من قراراتنا وانفعالنا وعصبيتنا تجاه الاخرين. هيكون عندك بعض القرارات او حاجة ليها علاقة ببيع شراء، حاجة ليها علاقة بمجازفات، احذر كتير من المجازفة والقرار والتعاملات القانونية والقضائية، احذر كتير من التوقيع على عقود او اوراق، احذر كتير من انك انت تقول على حاجة لا، تنهي موضوع، تبتدي موضوع. الوقت ده بالنسبة لك مش ليه ان انت تاخد قرار نهائي، الوقت ده بالنسبة لك اللي هو 21 و22 وقت بالنسبة لك قضيه بشكل روتيني تماما جدا جدا، يعني اللي هو بننام فيه بنصبح فيه، غير كده شيء جديد ندخل فيه ده بالنسبة لك هيبقى امر صعب جدا، فلازم نكون حذرين. دول اليومين اللي احنا نخلي بالنا جدا منهم. طيب تعالوا نتكلم على الوضع المهني. طبعا كوكب عطارد موجود ببرج الجدي، فده بالنسبة لك فالامور المهنيه بالنسبه لك انت بتسعى كتير لنجاح مهني، بتسعى كتير لتطوير في العمل، يمكن كمان منكم كتير بيلجأ لمشروع خاص او فكره قديمه بالنسبه لك بتحاول ان انت توصل اليها. ان يكون بالنسبه لك كوكب عطارد زي ما قلت لكم بالمنزل ال 11 برج الجدي، فده هيخلي عندكم طاقه اكتر، طاقه ليها علاقه بان انا عايز اروح واجي وانطلق واحقق واوصل، فبالنسبه لكم عندكم كتير من الطاقه اللي ليها علاقه بان انا عايز اجتهد اكثر فاكثر، فحاولوا كتير تستغلوا المساله دي. يعني لو انتوا عايزين تبتدوا مشاريع او تقدموا على وظيفه او تنطلقوا مهنيا في حاجه معينه، اقول لكم الايام الافضل في ده بالنسبه لك هيكون يوم 15 16 يوم 17 18 19 20، من اول هو بس اخر يومين في الاسبوع مش احسن حاجه، لكن باقي الايام هم يعني في حركه مهنيه لطيفه جدا جدا ليكم. طيب برج الحوت، الوضع المهني زي ما قلت لكم ان انتوا بتسعوا كتير لاستقرار، بتسعوا كتير الى ان يكون في خطوات مهنيه لبدايات مهنيه، وده شيء هيكون جيد كتير ليكم. عايزين ان انتوا تصلحوا كتير من بكره الخاص بيكم، وده برضه هيكون امر لطيف. هيكون اكتر مساعيكم متعلقه ب امور تخص تجاره، استثمار، حاجه ليها علاقه ببيع وشراء، كل ده لطيف، بس احذروا جدا في ان انت لو بتتعامل بالتجاره او التجاره او الاستثمار او العقارات، خلي بالكم كتير من 21 و22 ان انتوا تاخدوا قرار متعلق بالشان ده، لان بالنسبه لك هيكون مخاطره ومجازفه. بالنسبة يا برج الحوت هناخد بالنا جدا جدا من كمان العروض اللي ممكن يأتي بها احد الاصدقاء ليك، لان هيكون عندك اصدقاء داعمين جدا، عندك اصدقاء هيقفوا معاك هيساعدوك في بعض الامور، هيكون عندك اصدقاء بيبقى فيه يعني عارف فكرة كده اللي هو الاشخاص اللي هم بيبقى ليهم نصيحة جيدة ليك، فعندك ده في عروض ممكن تأتي لك من احد الاصدقاء جدا، عندك نصيحة هتكون جيدة تقدر تستخدمها في الوضع المهني تجاه الاصدقاء جدا، فده بالنسبة يا برج الحوت للشأن المهني.
طيب الامور الماليه، اولا برضو ارجع واقول لكم انتوا هيكون عندكم مجازفه ماليه، حاجه ليها علاقه ببيع، حاجه ليها علاقه بشراء، خلي بالكم كتير. ده امتى؟ 21 و22. اما بالنسبه لي الدنيا الماليه بالنسبه لك انت هيكون عندك كتير، اي نعم من المتطلبات الماليه، ولكنك بتسعى كتير الى كسب مال. وبالفعل هو اسبوع هيكون فيه كسب مال جيد، يعني قادر ان انت تحقق دخل مالي جيد جدا، لكن في نفس الوقت يا برج الحوت انت هيكون عندك متطلبات ماليه، يعني انت عايز تشتري حاجه، عايز تعمل حاجه، فالوضع فيه متطلبات ماليه. هيكون عندك بقى التركيز جدا جدا في نقطه مهمه، اني اوفق الامور لصالحك جدا، لان انت تقدر على المصاريف المطلوبه منك، على التعاملات المطلوبه منك ماليا. فده بالنسبه لبرج الحوت جدا جدا، دي نقطه جدا موجوده. الوضع المالي انت بتسعى الى استقرار مالي بشان جيد، بتسعى الى تقسيم الامور الماليه، اصرف هنا ايه، اخلي هنا ايه، احوش هنا ايه. فده بالنسبه للامور الماليه، بتقسم فلوسك، بتشوف انا هصرف هنا ايه، احط هنا ايه، كانك كده بتعمل جدول للتعاملات الماليه الخاصه بيك. طيب الشأن العاطفي بقى او الامور العاطفيه، كتير بالنسبه للناس اللي هم مش مرتبطين، احنا عندنا علاقات صداقه تتحول لشأن عاطفي، اقدر اقول ان في مشاعر جيده بتنشأ ما بينك وما بين شخص ما هو برضو يعتبر من الاصدقاء، فده هيكون شأن كتير جيد جدا، زي علاقه صداقه تتحول للعاطفه عامه عادي يعني، فيكون عندك ده موجود. وده قد ايه نوع من انواع العاطفه اللي هتسعدك جدا، هتحس بمشاعر قويه قوي، هيبقى عندك طاقه اكتر، الحب بالنسبه لك هيكون داعم اساسي، اذا كنت بعلاقه جيده فده هيدعمك كتير انك تتألق مهنيا وتتألق بأمورك الحياتية، وده هيخليك اكتر انك انت تهتم بشكلك ومظهرك والستايل واللبس وي وي وي، وهتبقى كتير عايز تنور من حياتك. الوضع العاطفي بالنسبة لك هيخليك انك عايش في بهجة حلوة او سعادة حلوة إلخ. طيب بالنسبة يا برج الحوت للأمور العاطفية للناس اللي هم مرتبطين بالفعل بس ما دخلناش بعلاقة أساسية او رسمية، كتير منكم هيكون داخل بعلاقة رسمية او علاقة اساسية يا برج الحوت، وده قد ايه برضو نوع من انواع السعادة بالنسبة لك. اي نعم عندك متطلبات وفكر كتير ان انت تحول علاقتك لعلاقة اساسية وارتباط قوي واللازم منه يعني، بس في نفس الوقت انت حابب ده، حابب المشاعر دي، حابب ان انت تخلص، يعني عارف فكرة مثلا مخطوبين وبنحضر للزواج، عايز تخلص اللي وراك واللي قدامك عشان يلا بقى نتجوز ونبقى في بيت واحد بقى، ويبقى اسمنا بقى ان احنا مسؤولين واللازم منه، فانت هيكون عندك الاحساس ده جدا. لكن اذا كان في مشاكل بالنسبة لك خاصة من الناس المرتبطة ببرج مائي زي العقرب او برج الحوت او برج السرطان، الحوت مشاكلك كلها مع ابراج مائية وابراج نارية زي برج القوس جدا جدا، وبرج الاسد نوعا ما هتحس ان هو في عدم توافق شوية، يعني هتحس بلغة جدلية شوية ما بينك وما بين الاسد. الحمل علاقتك بيه يمكن تكون لذيذة نوعا ما وفيها جاذبية اكتر، لكن يا برج الحوت دول اكتر الابراج اللي هيكون في ما بينك وما بينهم انتقاضيه مشاكسه، بس الابراج المائيه على راسهم. طيب ده تقدر ان انت تعمل هنا ايه، او ان انت تعمل يعني فعلك يكون مع الابراج دي ايه؟ برج الحوت انت هتخلي بالك كويس قوي قوي من الامور اللي ليها علاقه بالانفعال والقرارات السريعه، وانك انت تنهي العلاقه بشكل سريع، او انك تدخل في خلافات، خاصه عندك اليومين اللي هو يوم 21 ويوم 22. 21 و22 هخلي بالي كويس قوي قوي من المشاكسة العاطفية والجدل، وان احنا ننهي علاقات، دي نقطة كتير مهمة. طيب ده من حيث اذا الوضع العاطفي، اما بقى من حيث الامور اللي ليها علاقة بالشأن العائلي، هيكون في زيارات عائلية او لقاءات عائلية او تعاملات ليها علاقة مع الاهل او مع المقربين، يمكن يكون في حضور، ممكن يكون كمان بالنسبة لك التجمعات واللقاءات دي ممكن تكون مع احد الاصدقاء المقربين جدا جدا لك، يعني انت عندك اصدقاء مقربين ممكن يكون الترابط ده معاهم، او الشيء الجيد ده معاهم يعني، فده بالنسبه لي برج الحوت. طيب اذا في اجواء عائليه، اجواء مع اصدقاء مقربين، هتحس كتير ان انت منسجم جدا في العلاقات، هيبقى في ترابط جيد، وقت كتير لذيذ، وقت كتير حلو جدا جدا بنقضيه يا برج الحوت. طيب برج الحوت انت الوضع النفسي او النفسيه بالنسبه لك انت عايز ايه؟
هيكون بالنسبه لك انت عايز كتير انك انت تكون متالق اكتر، بتدور على بكره اكتر، بتدور على الاستقرار اكتر، زي ما قلت لكم الاستقرار العاطفي والمالي والمهني، وده يدي لك الاستقرار النفسي. كتير من العروض اللي هتكون موجوده بالنسبه لك وهتبقى بتفكر كتير في العروض دي، حاول على قد ما تقدر انك تبتعد عن اي مجازفه في القرارات، ابتعد تماما عن كمان المجازفه في ان انت تنهي علاقه عاطفيه او تبتدي علاقه عاطفيه، احذروا من علاقات الطرف الثالث جدا. فاذا كونوا هاديين بقراراتكم لان ده اللي هيكون الاسلوب الافضل ليكم. عامه بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناه وتفعيل الجرس. سلام.